سرايا وطني من داك المليح هو انه يسد المنطقه نجبل نقرص زرونجير نيخ لو كالكير ياه يتكمر غربحه يتكمر كلشي زرجروف رجروفني يعني من ناحيه الجيومورفولوجي نيخ الشكل رجروف هينا ديني كيوشين الاجن الاهميه مغا باش هذه قيمه ممكنه محظي امكن نسرايا وطني الحسيمه ما يقيم محظي لانه ذي نرجرو فينا اولا من عن الدخول الكونكيس نيني ديو سينامية زي بارا اي ري غارو بوز مدياز في حد زي زقرها وجي حظوظ بنادم لا يحظي خفينس لان الشكل نروخان لا جيولوجي هي نيخ يزرى انت تيجي فرضن باش هذي قيمو كان يحظى البارك الناسيونال الحسيمة أغلبية نسن دي بقوين وديني شي حاجة يوذان نزدغن كي بني بفراح تسنادا الأغلبية يمسداغي ناس تعيش نسكي تفجح إذيني ني تعيش نسكي دقمريو في سرمان قربها يعني دقمريو في تقليدية وديني وذان عام تاني نتقن خدمنا الصناعة قاعدة الدوم يعني نتقصدن يديني وضع النغنيني كان يمسر رقشوع بولاتا وعدي فقي زق الدور نكسيت الخريور انتوي هيدا انتوي هيدا غاتا الدار انت تزيت نسيفي فيه نمسج وخنت يخمر معايا الزير نعد ريس نسن الناس نسن الناس يكشو ذا باقو في الغور نقول خويا شاردون كنت عيتي لقيتي ديال الشاط كتسيتي تدخل دابات انت ويتي تنسى زاغيت برمي غير تزاغت مولي تميا تخيضت تجلستي شوشاي زلزان تكتيتو ترد ستين عاشي يبقوين معروفين سجن عددي مهائم روح
تما عيانيش الدور دي لانه خاصني نلقي الاهميه الدينيه ياك المصالحه جايه خميت من غنجمعات طرحنا ومراوغ. وفي نفس الوقت كاين اللي كي يعني كيدير الانسان التقنيه كانوا كيتوجهوا لهم باش من اجل الشفاء. كل سيد كان معروف بالخلوه يعني كتجبر عنده واحد المساحه فيها شجر هذيك كتكون محترمه هذيك ما يمكن حد يقطعها. رغبت النساء خفينس تشكل ميجن المخزون تما من الزارعات يجن المخزون للوراثه وخصنا نحافظوا على الذاكره ديال هذا المكتسبات التاريخيه اللي خصنا نديروا نحافظوا على الاحترام ديال هذا السيولات. الساحل المتوسطي في المغرب يتطور بزاف بزاف المشاريع السياحيه دي كنا يجي يتوكل في المنطقه يا بزاف يوزن زدان ربحه ربحه ما يجيش نحاج تما ماني ممكن بنا ما يغص عريزة ربحة تما ديزا المخلوقات البحر الأبيض المتوسط تيجن شكل راس بحال أسرية وطنية الحزيمة ملي تجي شي ممكن ماني غا السريد أتوال تما أتزاز بزاف نسي وانن أسرية وطنية الحزيمة.